اهلا، نورتوني في قناة ايميومي. لو كانت اول مرة تشوفوني فانا بعمل وصفات حلو وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا وجميلة، هي وصفة الكوكيز بالسوداني وشيكوبون. هو سهل، خطواته سهلة جدا وبسيط، وفي الاخر بنطلع بحاجة لذيذة ومقرمش وفي نفس الوقت طري، يعني ممكن حتى الاطفال كمان يعرفوا ياكلوه بسهولة وهيحبوه. وكمان طعم السوداني عامل لمسة جميلة قوي. هنبتدي بقى. عندنا 135 جرام زبدة فول سوداني. انا هقولكم المكونات بالجرام وفي اخر الفيديو هجمعها بالجرام والكوباية. 113 جرام زبدة طرية، ما تكونش طالعة من التلاجة، تكون بدرجة حرارة الغرفة. هضربهم بالمضرب الكهربائي لغاية ما يبقوا قوامهم كريمي كده خالص. اهو كده تجانسوا كويس. هحط لهم 350 جرام سكر. وهضربهم لغاية ما السكر يدوب معايا مع الزبدة ويختلط معاهم كويس. هضيف لهم معلقة كبيرة عسل اسود. واتنين بيض. ومعلقة ونص صغيرين بيكنج صودا. وهضربهم برضو لغاية ما يبقى قوامهم كريمي خالص ويبتدي يبقى لونهم فاتح. هو ده القوام اللي احنا محتاجينه. هنضيف بقى معلقة كبيرة لبن. تلات أرباع معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة فانيليا. هخلطهم مع بعض.
هفضل اضرب فيهم 10 دقايق عشان انا عايزة القوام يكون يعني هش قوي كده معايا، علشان هو ده اللي هيخلي البسكوت طري معايا كده وقلبه مش مكتوم. عندي هنا 381 جرام دقيق كافة الأغراض، هضيفه بالتدريج على مرحلتين وابتدي ان انا اخلطه مع المكونات بتاعتي. هحط باقي الدقيق بقى، وهحط 170 جرام من الشيكوبون اللي هو الشوكولاتة اللي عليها طبقة سكر مقرمشة، واخلطه بالمعلقة كده. لاحظ ان العجينة متماسكة معايا، بس مش هينفع ان احنا نفردها ونقطعها بالقطاعات دي، لازم ان احنا نشكلها بايدينا. هجيب صينية مدهونة زيت، هستعمل معلقة صغيرة، وان انا اخد كمية على قد معلقة صغيرة واكورها بايدي كده، وابتدي ان انا اشكلها على شكل دايرة، واخلي بالي ان هو في الفرن حجمه هيتضاعف، فهسيب فراغات كبيرة او مسافات كبيرة بين كل بسكوتة والتانية، وما شكلهوش حجم كبير، هو على قد المعلقة الصغيرة زي ما احنا شفنا كده، علشان لو عملناه اكبر من كده هيفرش معايا قوي، وهنلاقي ان هو ابتدى البسكوت يلزق في بعضه في الصينية ومش هيبقى شكله حلو. شايفين انا سبت مسافة قد ايه بين كل واحدة والتانية، وهوريكم بعد ما يطلع من الفرن قد ايه ان هو حجمه كبر، يعني تقريبا ضاعف عن الحجم اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي. وهكمل عندي الصينية كلها بنفس الشكل وبنفس المقاس، وهسيب نفس المسافات دي بين كل بسكوتة والتانية، وهدخله فرن 180، يعني هيقعد في الفرن حوالي 12 دقيقة ربع ساعة، كل فرن طبعا بيختلف عن التاني. انا اول ما هبتدي الاقيه ان هو من فوق لونه احمر وخلاص هعرف ان هو استوى على كده، ابتدي ان انا اطلعه. اهو بصوا معايا بقى ازاي حجمه الضعف، وكمان البسكوتة نفخت، ف ده اللي بيخليه بقى من جوه يبقى طري ومش مكتوم.
شايفين مقرمش مقرمش من بره ومن جوه قلبه طري. هو هي دي النتيجة بقى اللي احنا كنا عايزين نوصل لها. بسكوتة تكون طرية وما تكونش مكتومة. هيعجبكم جدا، لازم تجربوه، وهستنى تقولولي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.